ما حكم امرأة تزوجت بعد طلاقها من شخص وتم إعلان طلاقها مرة أخرى صوريا خوفا من أن يأخذ طليقها أولادها وأن تأخذ منه نفقة رغم عنه بألاعيب المحامية على الرغم أنها لا تريه أولاده؟ يعني الله تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني للأسف الآن يعني الطلاق في كثير من الأحيان عندما يحدث لازم تصير معاه معركة بين الزوجين وبين أهل الزوج وأهل الزوجة، وأحيانا تكون قريبة له وتصير عداوة بين الأسرتين لأنه وقع الطلاق. ليش؟ نريد طلاقا ناجحا، مثل ما الزواج بالحسنة الطلاق بالحسنة، ما توافق وخلاص تطلقوا، شو المشكلة يعني؟ ليش يعني في نساء تقول لي واحد والله تقول أقوم الليل أدعو عليه، أقنت أدعو عليه، إيش دعوة؟ والرجل كذلك يحيك عليها المؤامرات وكذا وكذا، ليش زوجتك؟ هذا بعد إذا كان عندهم عيال مصيبة، يعني كيف ينشأ هؤلاء الأولاد؟ طبعا الأم تسمعهم من الكلام في أبيهم، والأب إذا جو سمعهم الكلام في أمهم، كيف سينشأ هؤلاء الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا؟ والعياذ بالله، مصيبة. يعني أنت تبين تزوجين، تروحين تزوجين بالسر عشان ما الزوج ياخذ العيال. طيب الزوج شنو يهودي بياخذ العيال؟ أبوهم مثل ما أنت تبين عيال، إيش تبين تربيه؟ أبوهم بيربيه، أبوهم هذا يعني ما هو مجرم ولا هو حرام ولا. إذا كان سيء أثبتي للقاضي أن الرجل هذا سيء وما يستحق ولاية الأولاد، تأخذينهم أنت. لكن قضية أن تروح تزوج بالسر علشان ما يقطع عنها النفقة، هذا مال حرام أصلا. أنت تزوجتي خلاص، اللي تزوجك هو اللي ينفق عليك، ما يصير تزوجين واحد ثاني وتأخذين نفقة من مطلقك، ما يصير، ما يجوز. هذا مال حرام، أنت تأكلين مالا حراما بهذه الطريقة. وكذلك الأولاد، لا يجوز منع الأب من رؤية أولاده ولا منع الأم أيضا من رؤية أولادها. يعني على الأبوين أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أولادهم، ما يجوز يعني فعل هذه الأمور بحجة أنه بيننا قضايا، بيننا محاكم، بيننا كذا. يعني لابد الإنسان يعني يتعامل بالحسنى، ولا تنسوا الفضل بينكم، والله المستعان.